حكمل بعض التفاصيل اللي اشتغلتها قبل. صحيح كتبت أغنية عد الأيام اللي غناها الراحل ملحم بركات للست نجوى، وغناها ولحنها يمكن ملحم أبو المجد. كتبت لست نجوى عد الايام. كان لا في مشروع تغنيها. كان في مشروع تغني اغنيه حبك كبير كثير. اللي غناها الراحل، نعم ليه ما غنتها؟ ما غنتها بوقتها لانه ما يمكن ما شافت حالها فيها كثير، ما لقيت فيها نجوى كرم اللي هي بدها اياها. آخر أغاني ملحم بركات كانت من توقيعك ما في ورد بيطلب مي، صح؟ نعم علاقتك كانت قوية كتير بتربطك فيه. اليوم بدي تقلي شي ولا مرة ذكرته عن الفنان ملحم بركات، شي بسوريا أو شي حفلة صار بيناتكم. أنا كثير أنا وملحم، يعني بتعرف أنا آخر 22 سنة من عمر ملحم بركات كنت أنا وحدي معه، ما غنى إلا لإلي، وكان كانت بتجمعني فيه صداقة شخصية ويومية حتى. ملحم بركات كان إنسان وفي، وملحم بركات من الناس اللي ما نسيوا حتى وفاء سوريا لإلي. نعم. نال شهرته الحقيقية الانتشار المهم، والناس اللي حبيته بسوريا قبل اي مطرح، قبل اي مكان اخر. كان عنده هالوفاء الكبير لسوريا، وكان عنده هالالم الكبير على سوريا لما صار بسوريا اللي صار. وملحم كان يعتبر حاله انه من لبنان ومن سوريا، ليس نعم. فقط من لبنان. ملحم بركات في اعمال كثير بينه وبينه، وبعد في اعمال عندي، بعد في اعمال على بصوته على تليفوني ملحنه لكن مش منفذه باستديوهات، بالاضافه لاعمال اخرى موجوده في الاستوديو. اكثر من 5 اعمال موجودين في الاستوديو بصوت ملحم بركات، بدنا ننزلهم نبقى الله راد. احدى الاغاني اللي هي انا معول عليها شغله كثير كبيره اللي هي مات الوفا. غناها بصوته، لسه موجودة ما نزلت. ايه طبعا ما نزلت مات اسمها بالضبط. الوفا. إن شاء الله بتسلموا يا بشر مات الوفا. لا تسألوني الحب مع مين اختفى، بالليل ضيعته ما لحقت ودعته، قنديل ولعته بإيدي وانطفى. الله، إمتى ممكن تبصر النور هيدي الكلمات؟ هيدا بيصير بالتنسيق مع العائلة، مع الورثة، لأنه بتعرف ملحم بركات كان هو شريكي، هلا صارت الورثة هني شركائي بهيك عمل، بهيك تنفيذ يعني. قلت بذكرى رحيله الرابعة، 4 سنين وبعد مجدك ما انطفى، صوتك ذهب منحوت أصفى من الصفا، نعم وبعدك معلم والدني تلاميذ فن وكتار سقطوا بامتحانات الوفا. مين وكثار سقطوا بامتحانات الوفا. نعم، مين خان الود والوفا مع نزار فرانسيس اليوم؟ مع نزار فرانسيس ما حدا خان الود معي انا، لكن انا عم بقصد فيها هيدي في ناس سقطوا بامتحانات الوفا لملحم بركات. ملحم بركات بحاجة يعني يستحق، مش بحاجة لكن يستحق ملحم بركات ان يكون له مساحة اكبر من الوفاء. انظلم ملحم بركات. في مكان معين ايه انظلم، كان لما كان هو على قيد الحياة كان يتحدى ظلمه على طول ويغلبه، كان يتغلب على ظلمه ويثبت انه هو الاقوى، انه هو الاجدر، وانه هو الانجح، وانه هو القادر على انتاج النجاح بمفرده. كان ينتج نجاحه بمفرده ملحم بركات، كان قادر على صناعة نجاحه لانه كان عنده مقومات النجاح موجودة فيه، متكامل، كان فنان متكامل. لم يكن فقط مطرب من الدرجة الأولى، ولم يكن فقط ملحن موسيقار من الدرجة الأولى مبدع، ولم يكن فقط نجم بحضوره من الدرجة الأولى. كانوا كل هؤلاء الصفات، هذه الصفات الرائعة مجموعة في شخص واحد، وهذه قلما لنجدها بشخص واحد. ملحم بركات تمتع بهذه الصفات مجتمعة في شخصه أكثر من 50 عاما. قلت فرحت لموته، لأن من لم يكن يعرف قيمته في حياته عرفه بعد موته. أستاذ نزار، اليوم قديه عم ننطر ليرحلوا الكبار لنتذكر قيمتهم ونندم على وقت ما عرفنا مع قيمته؟ الأسف هيدا، مع الأسف هيدا شيء بيوجعنا من جوا، إنه يكون في بيناتنا ناس بقيمة ملحم بركات وغير ملحم بركات، كبار اللي عم يعطونا هالأعمال الرائعة وعم يعطونا هالأشياء الكبيرة، وما نكون عارفين قيمتهم إلا لحتى يبطلوا موجودين يرحلوا. هيدي شغلة أنا بتأسف عليها حقيقة، هيدي ما فيها بعد نظر للناس،
للقيمين على الفن حتى. ملحم بركات انا اكتشفت شغله كثير مهمه فيه، انه مساحه حضوره تتسع اكثر فاكثر بعد مموته. عم تتسع كل ما عم تتسع، والفن والوسط الفني يفتقد ملحم بركات، يفتقد وينتبه اكثر واكثر الى هذا الفراغ الذي تركه ملحم بركات بعد رحيله. الله يرحمه، كل الرحمة والسلام لروحه.